السلام عليكم اخوان الاخوات، اهلا وسهلا معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشا فلوغ. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، واحد التحليه كما كتشوفوا معايا كالعاده، سهله بسيطه بمكونات اللي هما اقتصاديه ومتوفره عندنا غير 3 ولا 4 المكونات. وهاد التحليه هي واحد الفلون اللي غادي نديروه بالكاكي. كما كتعرفوا دابا الموسم ديال الكاكي، واحد الفاكهه اللي رخيصه متوفره وبزاف ديال الناس ما كيستعملوهاش اولا ما كيزعموش انهم يستعملوها، رغم انها يعني بنينه في المذاق وعندها فوائد للجسم ديالنا. اليوم غادي نقدم لكم هذه التحليه كما قلت لكم سهله وبسيطه. الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا راقي، ولكن دغيا كتوجد بسيطه 4 المكونات حتى لثلاثه. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. وقبل ما ندوزوا للفيديو بغيت نشكركم ونشكر المشتركين ديالي الجدد اللي التحقوا بنا، كنقول لكم شكرا على التشجيع وعلى المشاهده. كيوصلوني التعليقات ديالكم اللي كيعطيني قوه انني نزيد لقدام. وما نساوش نشكروا الناس اللي بداو معايا من الاول، كنقول لكم شكرا على المتابعه. كنتمنى دائما نكون في حسن الظن ديالكم، وتابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كما قلت لكم يعني سهله وبسيطه. غادي نحتاج واحد 3 ديال الحبات ديال الكاكي. انا نقيت جوج وخليت الثالثه اعتمدت باش نوريكم يعني كيفاش دايره. خصهم يكونوا طايبين مزيان. عندنا نصف لتر ديال الحليب، عندنا قطع من البسكوي، وعندنا السكر يعني وفاني حسب الذوق. دابا غادي نبداو بالطبقه الاولى. غناخذوا ديك البسكوي اللي عندنا وغادي نفتوه. صراحة طبقه البسكوي كتبقى اختياريه، انا كنديرو باش كيجيني هكا بطبقات كيجي زوين ومختلف. ولا ما بغيتوهاش بغيتو تستغناو عليها كيبقى لكم اختيار، يعني اي بسكوي متوفر عندكم. صافي غادي نوزع البسكوي على الكؤوس ديالي. غادي نخلي وحيده للتزيين وغادي نمرو باش نحضروا الطبقه الثانيه وهو الفلون. كما شفتوا البنات كما قلت لكم يعني في هاد المرحله خص الفاكهه ديال الكاكي تكون عندنا طايب مزيان. انا راه بقالي دابا اسبوع باش شريته وخليته حتى طاب كما كتشوفوا، طايب مزيان عنده هذاك اللون البرتقالي. لان لا كان هاد الكاكي عندكم ما طايبش كيجي فيه واحد المروره وما كيجيش زوين. يعني خصكم ضروري، هذه هي اهم حاجه في هاد الوصفه ديالنا اولا هاد التحليه اللي بالكاكي. يعني خصكم الكاكي تخليوه حتى يطيب، يعني ما تخافوش لا شفتوا غتقولوا بحال اللي راه بدا يفسد، ولكن لا خصو يكون بحال هكا. صافي كما شفتوا معايا يعني انا خديت هكا هذوك جوج ديال الحبات ودرتهم. بالنسبه للكميه البنات يعني انا درت على حسب الاسره ديالي، وانتم تقدوا غير من دوك جوج حبات يعني ديروا لتر ديال الحليب، غير هو غياخد لكم يعني كتر ديال الوقت باش يجمد. بالنسبه ليا انا هذا يعني جمد ولا فلون ما كملش ساعه، لانني يعني درت بزاف جوج الحبات غير في نص لتر ديال الحليب. نتوما الا كنتو عائله يعني كبيره تقدو تضاعفوا الكميه ديال الحليب. انا كما قلت لكم حنا غير 4 اشخاص يعني درت على قدرنا. صافي من بعد يعني كنضيف واحد الفاني. حتى الفاني البنات كيبقى اختياري، غير هو كيعطي واحد النسمه وكيخرج لنا مزيان هذاك المذاق ديال الكاكي. ودابا غادي نضيف السكر، يعني حتى السكر كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. صافي هذا هو الفلون ديالنا. دابا غادي نقوم يعني بالطحن ديالو كما كتشوفوا معايا حتى يتطح ليا مزيان هذاك الكاكي مع الحليب. وصافي من هنا يعني كيخرج لنا على هذا الشكل كما غتشوفوا معايا في الفيديو، راه واضح ليكم كيخرج يعني شويه عاقد. ها نتوما صافي دابا غادي نصبو في الكؤوس ديالي، وهو هذا الطبقه يعني الثانيه ديالنا، وهذا هو الفلون ديالنا. سبحان الله غير الحليب من كنطحنوه مع الكاكي كيتجمد وكيولي فلون بلا ما نديروه لا في فرن لا في مقلاه لا حتى شي حاجه، غير بحال هكا. دابا راه الحال بارد، تخليه محطوط غير في واحد المكان حتى يجمد. الا كنتو مزروبين وبغيتو ديروه في الثلاجه يعني كديروه ديك الساعه كما قلت لكم بحال انايا هنا مع البرد ودرتو في الثلاجه، يعني خدا ليا واحد ما كاملش 45 دقيقه هكا وكان مجمد. ها نتوما غادي تشوفوا معايا باقي الفيديو. سبحان الله يعني كيولي واحد الفلون والمذاق ديالو كيجي زوين. ما نقول لكمش البنات غير جربوه، راه غيعجبكم وغيولي معتمد عندكم، ومنها يعني تستافدوا من هاد الفاكهه وتستافدوا بالمنافع ديالها
ومنها انكم تبرعوا نفسكم وعائلتكم بواحد التحليه اللي زوينه. صافي البنات الكوكوز الكؤوس ديالنا وجدوا. انا عندي الصراحه هنا الغطايه ديالهم كنغطيهم باش يعني ما يشموش ليا هذيك الرائحه اللي كتكون في الثلاجه. وانتم الا ما عندكمش كتغطيوهم بفيلم غذائي كديروهم في الثلاجه كما قلت لكم تتمر واحد 45 دقيقه ونمروا باش نحضروا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه البنات يعني خديت هذاك الكاكي اللي عندي الاخرى وقطعتها وغادي نطحنها مع شويه ديال السكر كما قلت لكم. يعني السكر على حسب الرغبه كيخرج لنا هكا داير بحال شكل كونفيتور. سبحان الله يعني الكاكي فاش كنطحنوه بوحدو مع السكر كيبقى بحال شكل كونفيتور، والا طحناه مع الحليب كيولي فلو. هذا الشيء من عجائب الله وسبحان الله تعالى. صافي دابا كما قلت لكم الفرون ديالنا فاش كيجمد كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي جامد وعاقد. تقدوا الا بغيتوا تحتفظوا به غير هكا. المهم انا كنزيد له هذوك الزيادات يعني كيما شفتوا انا وريتكم جامد ما كيتحرك ما والو كيجي زوين. صافي دابا كناخذوا هذاك الكونفيتور ديال الكاكي اللي صايبنا كنديروه فوق الطبقه ديالو باش كيجيونا هكا تجانس في الالوان وكيعطي حتى هو واحد المذاق. ان عندكم الفلون مع الكونفيتور كتجي فريمون واحد التحليه اللي الصراحة غنية وكتجيب مذاقات اللي زويونة. وكما قلت لكم يعني حتى الناس اللي عندهم مثلا السكر وما يقدوش ما يديروش السكر، يعني يستغلوا غير بالفاكهة. صافي على هذا الشكل يعني زينت الكؤوس ديالي كاملين. ومن بعد انا غادي نزينها بواحد شوية ديال الشونتيي كيبقى يعني اختيار يا البنات. انا غادي نضيفه من الفوق ولا ما توفرش عندكم ما تضيفوش. كما شفتوا كيجي هكا التحليه زوينه، تقدوا تخليوها غير بحال هكا ديروا لها شويه ديال البسكوي من الفوق. انا المهم كما قلت لكم عندي متوفر عندي شونتيي غادي نديروا هكا من فوقها، ولكن من ما كيكونش متوفر ما كنديروش. صافي بحال هكا يعني كندير هكا شويه الشونتيي يعني كتجي غورمون كيجي هكا البيض مع الاورانج كيجي عطي واحد الشكل زويون. كما كتعرفوا البنات راه العين كتاكل قبل من الكرش، الواحد عينو كتبغي شي حاجه زويونه. كانت بحال هكا التحليه ديالي، غادي نفتت عليها شويه ديال البسكوي بحال هذا الشكل وصافي التحليه ديالنا وجدات بالصحه والراحه. تقدموها لنفسكم ولعائلتكم ولضيوفكم بالصحه والراحه ان شاء الله. كانت على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا كتجي فيها طبقات هكا زويونه وشكل غزال. صافي كنقدو نعاودو نغطيوها بحال هكا باش نحتفظو بها في الثلاجه اولا تاكلو هذيك الساعه. المهم صافي البنات كانت هذه هي التحليه ديالنا. صراحه غزاله هاد التحليه كتجي سهله وبسيطه وكما شفتوا معايا في دقائق كتوجد. كنتمنى من قلبي الخالص انكم البنات توجدوها وتستمتعوا معها تستمتعوا بها مع عائلتكم وتردوا عليا في لي كومونتير الا جربتوها. وإلا بغيتو كاع تصيفطوا ليا التصاور ديال التحليه ديالكم راه كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف الانستغرام ديالي الا بغيتو تدخلوا فيه وتصيفطوا ليا التصويرات ديال هادشي اللي كنبارطاجيه معاكم. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا على الوفاء البنات والدراري حتى هما الا كانوا عندنا شي متتبعين رجال كنقول لكم شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. غادي نخليكم هنا وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله قادم فيديو قادم. وكنقول لكم بدايه سنه موفقه باذن الله، كنتمنى تدوز علينا وعليكم بالخير والمسرات. مع السلامه الى الفيديو المقبل باذن الله.